السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أكون معكم مجددا زملائي زميلاتي الكرام. نتابع في سلسلة الأمراض النزفية Bleeding Disorders. نبدأ اليوم إن شاء الله الحديث عن Dental Management للبليدينج في الدنتال كلينيك. الحقيقة أنه في بعض الأحيان قد يأتينا مريض لا يعرف أنه مريض نزفي، لا يعرف أنه لديه مشكلة نزفية، ونقوم بعمل جراحي معين له، ومن ثم نفاجأ بوجود تنزيف غير قابل للضبط. فكيفية التعامل مع هؤلاء المرضى اللي ممكن نواجههم في العيادة ولا يعلمون أنهم مرضى نزفيين؟ أيضا خلال محاضرة اليوم راح أحكي عن المرضى اللي بيعرفوا أنهم مرضى نزفيين، بيعرفوا أنه عنده المشكلة في الدم تؤدي إلى حدوث نزيف متطاول، لكن لا يعرفوا طبيعة هي المشكلة، فكيف التعامل معهم، كيف نحدد بالضبط المشكلة النزفية. إن شاء الله خلال محاضرة اليوم اللي راح تمتد إلى 3 محاضرات لتحكي عن عن تدبير جميع الاضطرابات النزفية في عيادة الأسنان. خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل أي تواصل أو استفسار أو اقتراحات. أيضا بدي أكد على حاجتي لدعمكم من خلال لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا مشاركة المحاضرة والقناة مع الزملاء لتعم الفائدة. بالنسبة للتدبير السني لمرضى اضطرابات التخثر في العيادة السنية، طبعا بطبيعة الحال هؤلاء الطائفة من المرضى هم دائما فئة معرض بشكل أسبوعي تقريبا أنه نحن نشوف مريض بياخذ مميعات للدم، أو مريض عنده مشكلة نزفية، أو أنه سبق وتعرض لمشكلة نزفية دون معرفة سبب الحالة اللي تعرض لها. فخلونا نواجه جميع الاحتمالات اللي ممكن نشوفها في العيادة لمريض نازف أو تعرض لنزف سابق أو مشخص بمرض نزفي، كيف نتعامل معهم من خلال مجموعة من الاعتبارات. في البداية لابد الحقيقة من تقييم المخاطر لدى أي مريض بيدخل العيادة لأي إجراء. فنحن لو دخلنا حتى المرضى السليمين لكن نحن عندنا شك بوجود مرض نزفي عندهم من خلال قصة سريرية، من خلال هيستوري انه تعرض لنزيف لكن هو سليم ما بياخد اي ادوية، فهؤلاء المرضى نحن عادة نطلب عندهم الABTT والبلاتلت كاونت، نطلب زمن التروبوبلاستين الجزئي، ونطلب تعداد الصفيحات. طبعا الاختبارات بشكل عام ممكن الرجوع للمحاضرة اللي بتظهر على أعلى الشاشة. هاي المحاضرة فيها شرح لكل الفحوص المخبرية المتعلقة بمريض النزفي ودلالاتها ومتى نطلبها. الاحتمال الثاني طبعا أنه المريض اللي دخل العيادة هو مريض مشخص بمشكلة نزفية، عنده فعلا مرض نزفي لكن ما بيعرف بالضبط شو طبيعة مرضه النزفي. هون نحن ما بيكفي ناخد الABTT وتعداد الصفيحات، لابد الحقيقة من التحويل لاختصاص الدم أو عمل إجراءات أو الفحوص المخبرية 5 المتعلقة بالأمراض النزفية، برجع بذكرها الABTT والترومبوبلاستين TT والBT البروتوترومبين تايم وتعداد الصفيحات، وأيضا وظائف الصفيحات من خلال الفحص الBFA البلاتيليت فانكشن أناليسيز 100. بدنا ننتبه أنه في بعض مرضى التخثر ممكن يكون عندهم اضطرابات نزفية كبيرة تعرضوا له، ممكن حالات إسعافية وما بيذكروا هذا الشيء ما لم يسألوا بشكل مباشر، لذلك لازم نعتمد على السؤال المباشر للمريض لنثير الذاكرة عنده حتى لو هو لم يذكر بشكل تلقائي. بدنا ننتبه أنه في بعض الأحيان ممكن يكون عندنا مرضى نزفيين بسيطين المريض ما بيذكر أو ما بينتبه حتى أنه هي مشكلة ممكن تؤدي لمشكلة أكبر في العيادة، فننتبه ونسأل عن مثلا حتى لو كان في عندنا نزوف عفوية سابقة على مستوى اللثة على مستوى الأنف وغيره. بشكل عام نحن النزوف السابقة لو البيشنت كان عم يذكر أنه هو تعرض لنزوف سابقة بشكل عفوي، فهون نحن بدنا نأخذ احتمال لوجود هيموفيليا، في حين أنه القصص السريرية اللي تتوافق مع نزوف لثوية صغيرة ماله بالشكل الكبير اللي يتطلب تداخل طبي، هو اللي ممكن يكون أمام نحن اضطرابات صفيحات أو حتى معداء فون ويلبراند. فإذا نحن خلونا نتفق على مثل خطوات عملية نتبعها لما نواجه مريض العيادة. أول شيء لازم نسأل المريض عن الفاميلي بليدينج هيستوري، هل هناك أي مشكلات أو أمراض نزفية في العائلة، لأنه معلوم من خلال أيضا ما ذكرت في محاضرة سابقة أنه معظم الأمراض النزفية مثل مثلا الهيموفيليا هي متلازمة وراثية، وبالتالي ممكن يكون لو في بالأقارب إصابة بهذا المرض ففي احتمال أنه يكون نحن أمام إصابة أيضا بهذا المرض. ننتبه كمان الأطفال اللي عندهم أقارب مصابين بفون ويلبراند تايب 1 عندهم احتمالية تقريبا بنسبة
الثلث لإصابة بالمرض. أيضا مهم أنه نسأل لو كان المريض تعرض لعملية لنزف، لاختلاط نزفي بعد عملية جراحية أو قلع في الأسنان أو غيره. وهنا نحن مهم أنه نسأل عن طبيعة النزيف اللي حصل، كميته، توقيته، لأنه الحقيقة هذا بيوجهنا طلب فحوصات مخبرية معينة. مثل ما حكيت قبل هيك، النزيف اللي بيكون شديد وبعد القلع مباشرة بيشير لمشكلة على مستوى المرحلة البدئية أو مرحلة تجمع الصفيحات، فغالبا بتكون المشكلة لها علاقة بالنظام الوعائي أو الصفيحي. أما أنه المريض وقف النزيف ورجع بعدين في اليوم التالي فهون بيشيل، أو لبعد ساعات، فهون هذا بيشير لمشكلة على مستوى العوامل التخثر، فنحن ممكن يكون أمام اضطرابات في التخثر مثل الهيموفيليا وغيرها. كمان بدنا نسأل في حال وجود نزيف سابق حتى بعد رض، بعد جرح، هل كان النزيف صاعق شديد، هل كان بسيط؟ لأنه معلوم أنه الروح الصغيرة عند مرضى التخثر لو كانت على مستوى الصفيحات فما بتكون كتير واضح النزوف كبيرة، لأنه في حال وجود جروح صغيرة عند مرضى التخثر مثلا ما بنشوف نزيف زيادة، لأنه مرحلة الصفيحات والمرحلة الوعائية اللي هم أول مرحلتين بعملية التخثر الدم بيكونوا كافيين لضبط النزيف. أما إذا كانت الجروح الصغيرة المتناهية الصغر بتسبب نزيف زائد، فهذا بيحتمل أو بيفتح احتمالية الإصابة بمرض وعائي أو على مستوى الصفيحات. طبعا قد يكون هناك أيضا مرض شديد في نظام التخثر، لكن بهالحالة بيكون سيفير، لأنه بالحالات البسيطة مثل ما قلنا تكفي المرحلة الصفيحات والمرحلة الوعائية لضبط النزيف. والحقيقة مهم، وهذا السبب أنه يعني أنا ذكرت في محاضرة سابقة هاي التفاصيل، لأنه مهم جدا بفهمنا لآلية النزيف وتفسيره من خلال ما نرى وما يذكر لنا المريض. طبيعة الحال لازم أيضا نسأل عن الميديكيشن، عن أي أدوية بتناولها المريض، خصوصا الأدوية المضادة للتخثر. أخذنا من خلال أيضا محاضرة سابقة الأدوية المضادة للتخثر اللي بتسبب تمييع للدم وممكن تواجه خطر نزيف بعد الإجراءات الجراحية، مثل الهيبارين، مثل الوارفرين، مثل الأسبرين وغيرها. وحتى ذكرنا بعض الأدوية الأخرى مثل المضادات الالتهاب غير الستيرويدي والمضادات الحيوية. طبعا لازم نسأل المريض عن أي أمراض أيضا سابقة أو حالية، حتى الأمراض اللي ما لها علاقة بالنزيف بشكل مباشر، لأنه قد تسبب نزيفا بشكل جانبي أو كأثر جانبي، مثل الأمراض الكبدية، مثل انسدادات القناة الصفراوية، المضادات الحيوية لفترة طويلة، عنده سوء امتصاص، الأمراض الالتهابية، أمراض الكلى واللوكيميا وغيرها، حتى المعالجات الكيميائية لمرضى السرطان. فهي الأمور كلها ضروري نحن نسأل عنها أثناء استجواب المريض. أيضا مهم نسأل عن وجود نزوف عفوية على مستوى اللثة، خصوصا لو كانت متكررة بشكل كبير وكانت شديدة، لا تتوافق مثلا مع عملية نزيف بعد تفريج أسنان، أو حتى لو كان في عندنا نزوف طمثية أو أنفية وغيرها. بعد هيك بننتقل للفحص نحن اللي بنعرفه من خلال الفحص الفيزيائي، وذكرت الحقيقة أنا في المحاضرة سابقة عن البعض التظاهرات اللي ممكن تشير لوجود أمراض نزفية، منها وجود يرقان، منها وجود بيتيكي أو فرفريات، وجود ألسرز، وجود جينجيفال هايبربليجيا، وجود تصنع لثوي يعني، أو وجود تصبغات دموية وغيرها. فبالتالي نحن هون لازم نعرف الفحوص المخبرية اللي لازم نطلبها. حكيت في محاضرة سابقة أيضا عن الفحوص المخبرية المتعلقة بالنزيف، البروتروتومبين تايم، البي تي، الاي بي تي تي، والبي اف 100، البلاتليت فانكشن اناليسيز اللي هو خاص بوظائف الصفيحات، التحليلين الاولين طبعا كنا حكينا انه لهم علاقه بعوامل التخثر، واحد له علاقه بالطريق الداخلي وواحد له علاقه بالطريق الخارجي، والثرومبين تايم اللي له علاقه بنظام الحاله الخثره، بيعطيني فكره عن نظام الحاله اللي فيه، واخيرا تعداد الصفيحات. كل هاي التحليل المخبرية ذكرتها في محاضرة مخصصة أرجو الرجوع لها، لأن الحقيقة لا يمكن التقدم في الاعتبارات السنية المتعلقة بمريض النزفي دون معرفة هاي التحليل ودلالاتها. البليدينج تايم هو الحقيقة غير يعتبر غير مشخص حاليا، كان زمان يستخدم في كشف اضطرابات وظائف الصفيحات. عندنا البلاتلت كاونت لتعداد الصفيحات بيفيد جدا مع مرضى الفرفريات لمعرفة تعداد الصفيحات. الـ APTT بيفيدنا بفحص الطريق الداخلي للعوامل الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، بيعطينا فكرة في حال المريض عنده إصابة بنقص أحد هاي العوامل، وأيضا عادة بيكون بين 25 35 ثانية. بروتروتومبين تايم الـ PT هذا له علاقة مع في الطريق الخارجي العامل السابع والطريق المشترك أو الشائع اللي هو العامل الخامس والعاشر وغيرها، طبعا تعتمد على فيتامين كي. هذا عادة ما عاد يستخدم الـ INR حاليا، خصوصا مع المرضى اللي بتناولوا الوارفرين، أصبح هو الاختبار المعتمد. وظائف الصفيحات الـ BFA 100،
انه لازم تكون طبيعي اقل من 75 ثانيه. هذا بيتوافق مع مرضى اللي بياخذوا الاسبرين، لانه الاسبرين بيشتغل على وظائف صفيحته وليس على عددها، وعندنا الترومبين تايم اللي بيختبر القدره على تشكيل الخثره البدئيه من الفيبرونوجين، عاده بيكون بين 9 و13 ثانيه. فاحنا تقريبا الاسبرين، مرضى الاسبرين نطلب منهم البي اف اي 100، مرضى الوارفرين نطلب منهم مثل ما قلنا البي تي او الاي ان ار، مرضى اللي بياخذوا الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي نطلب منهم الاي بي تي دي، مرضى اللي عندهم مشاكل كبديه مؤثره على الدم من ناحيه النزوف نطلب منهم تعداد صفيحات ونطلب منهم البي تي، مرضى اللوكيميا نطلب منهم طبعا تعداد الصفيحات، مرضى اللي بتناول مضادات حيويه وعندهم مال ابسوربشن فبنطلب منهم البي تي، ومرضى اللي محطوطين على الديال الدموي الديالز الدمويه الهيموديالايزز فبنعمل لهم البي تي تي او الاي ان ار، ايضا مرضى اللي عندهم مشاكل فاسكولار ديزيزز حكيت عنها قبل ممكن نطلب البليدنج تايم وان كان يعتبر غير مشخص، ومرضى اللي عندهم انحلال في الفيبرينوجين البدئي بنطلب الثرومبين تايم. طيب نحن بعد ما ذكرنا هي المقدمه المهمه جدا في تدبير امراض النزفيه في العياده السنيه، خلونا نشرح كيفيه التعامل مع مختلف الحالات اللي بنواجهها في العيادة. نحن في العيادة إما حيجينا مريض ما عنده أي قصة أو تاريخ نزفي، إما مريض نزف عنا في العيادة مع أنه من خلال قصة سريرية ذكر أنه ما عنده أي مشاكل نزفية سابقة، كيف نتعامل معه؟ وعنا احتمال أنه المريض اللي يجي وهو عارف أنه عنده قصة أو تاريخ من النزوف بس ما بيعرف طبيعة مرضه، هون كيف نتعامل معه؟ ورح ناخذ ايضا التعامل مع مختلف الادويه اللي اخذناها المميعه للدم المرضى المحطوطين عليها، وايضا رح نتعامل او رح نحكي عن تدبير المرضى الهيموفيليا، تدبير مرضى نقص الصفيحات وغيرها من الاضطرابات التخثر اللي ذكرتها. فاذا الاحتمال الاول في العياده هو انه نحن يجيني مريض من خلال قصه سريريه ما ذكر اي تاريخ نزفي سابق وما عنده ولا مرة حصل له النزيف، فجأة نزف في العيادة بعد قلع بشكل كبير وواضح. فهدول طبعا نحن شو بنعمل معهم؟ بنحاول انه نوقف النزيف من خلال الوسائل الموضعية المختلفة اللي لازم طب الأسنان يكون عنده إياها وعنده الإلمام بطريقة استخدامها. في حال طبعا ما عنده أو فش أو مو مهيأ فيجب التحويل مباشرة للمختص، وحال السيطرة على النزيف بهي الطرق الموضعية ممكن وقتها نحن نطلب التحاليل الخمسة اللي ذكرتها، ممكن نستثني وظائف الصفيحات بهي الحالة لحتى نتأكد من طبيعة المرض النزفي عند المريض. طيب شو هي الطرق الموضعية للسيطرة على هؤلاء المرضى في العيادة؟ عن أول شيء نحن أشهر شيء احنا الجيلفوم، والجيلفوم هو عبارة عن مكعبات من الإسفنج بتتميز بامتصاصية عالية، فالحقيقة بتتشرب الكمية كبيرة من الدم لحين السيطرة عليه، وقدرتها على الامتصاص تستمر حتى 5 أيام تقريبا. لذلك هي مفيدة مع المرضى اللي مثلا عم يتناول مضادات تخثر وما ذكروا هذا الشيء وتعرضوا لنزيف في العيادة، ممكن الحقيقة في حال كان الجرح محدود انه السيطرة على النزيف من خلال الجيلفوم، وممكن الحقيقة انه نستخدم معه الترومبين الموضعي حنحكي كمان عنه فيما بعد في حال كان عندي نزوف كبيرة أو شديدة. ومن المحبذ هون أنه نحن نحط الجيلفوم مع الترومبين، نحط مثل جبيرة لتثبيته داخل الجرح. طبعا ممكن نحن أيضا نستخدم الشاش اللي بنعرفه عن طريق الضغط، نطلب المريض يعض على الشاش هذا أو على الجوج في حال كان النزيف أو الجرح محدود. ممكن أيضا استخدام الإنستات، الإنستات أيضا قوالب سفنجية بتشبه الجيلفوم عبارة عن مايكرو فيبريلار كولاجين، فبتفيد الحقيقة أيضا من خلال الامتصاص بأنه تضبط لي النزيف المتوسط البسيط، وعادة الحقيقة فعلة سريع من خلال 5 دقائق ممكن يحصل ضبط للنزيف. عندنا أيضا السيرجيسيل اللي هو عبارة عن شرائح من السيلولوز المؤكسد، وهون بيقوم بفعله فيزيائيا بعملية ضبط النزيف من خلال عملية الضغط اللي بيعملها لما بتشرب، فبيعمل ضغط في المنطقة، ما بيقوم بالأداء الوظيفي الكيميائي اللي بيقوم فيه الجيلفون من خلال تشريبه بالترومبين. هون لا ما بنحط ترومبين لأنه عملية الضغط لما بتشرب وبيعمل ضغط على حواف الجرح لأنه بيتحول لهلام مادة جيلاتينية بعد حوالي يوم تقريبا يومين، وممكن الحقيقة أنه يمترك في مكانه، ممكن حتى نحن نزيله، وهو يعتبر مادة فعالة جدا في ضبط النزيف لما نفشل في الطرق الأبسط. عندنا أيضا الترومبين الموضعي مثل ما قلنا اللي ممكن يتشرب مع الجيلفوم،
هو عبارة عن نفس مادة الترومبين، بيعمل لي تحويل الفيبرونوجين لفيبرين مباشرة، فبالتالي بيسهل حدوث العلاقة ويعتبر فعال حتى بالنزوف الشديدة. تقريبا نحن بيجي على شكل حبابات تحل في 5 مليلتر من النورمال سالاين، والحقيقة انه هي الجرعة البسيطة ممكن ان تخسر كمية من مساوية لها من الدم في اقل من ثانية. عندنا ايضا السايكلو كابرون، وهو عبارة عن ترانكزاميك اسيد، بيجي بيعمل طبعا كمثبط لنشاط البلاسمينوجين، وممكن استخدامه كمضمضة، وهو بيجي طبعا على شكل الامبيون للحقن، لكن ممكن استخدامه كمضمضة ومفيد جدا في منع النزوف بعد القلع السنية، ممكن حتى نطلب المريض يتمضمض بعد ما يخرج من العيادة، وبعد تطبيق الوسائل الموضعية بالسيطرة على النزيف. عندنا أيضا الأمينو كابرويك أسيد اللي أو ما يدعى بالأميكار أيضا، وهو أيضا بنفس آلية سايكلو كابرون بمثبط لنشاط البلاسمينوجين، أيضا ممكن استخدامه كمضمضة ومفيد جدا في منع النزيف. طيب هدول كانوا المرضى يلي نحن من خلال قصة سريرية ما ذكروا لنا انه عندهم تاريخ نزفي ونزفوا في العيادة بشكل كبير، لكن ماذا بالنسبة للمرضى يلي من خلال الهيستوري كان ذكروا انه عندهم مشكلة نزفية لكن ما لهم متأكدين او ما لهم عارفين طبيعة المرض النزفي لديهم؟ طبعا هؤلاء المرضى لازم نحن نطلب نفس التحاليل اللي حكيت عنها: bleeding time, platelet count, ABTT, BT, BF100 والثرومبين تايم. بنعمل التحليل هاي، ولازم بعد ما تجينا النتائج يصير عندنا القدرة انه نحن نميز من خلال القيم شو طبيعة المرض. اظن ممكن نرجع لمحاضرة الاختبارات المخبرية المطلوبة لمرضى النزيف لحتى نفهم هذا الموضوع اللي مهم جدا، بغض النظر انه نحن ممكن نحول المريض للطبيب المختص، لكن احيانا حتى الطبيب الاخصائي بيعطينا معلومات شحيحة جدا حول المرض وتفاصيله، لكن مهم جدا انه نحن نكون مطلعين على هي التحاليل ونطلب يراجع الاخصائي، ونحن بعد هيك ممكن نكون كمان فكرتنا الشامله عن المرض ونقدر نتعامل حسب ما سنرى من خلال ما تقدم بهي المحاضره مع كل طائفه من المرضى حسب التشخيص اللي امامنا. نكتفي اليوم ان شاء الله بهذا القدر من التعامل او دينتال مانجمنت بيشنت اللي عنده مشكله نزفيه في العياده السنيه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله رح نتكلم عن باقي الأمراض النزفية بالتفصيل، وأيضا المرضى والمميعات المختلفة وطريقة المانجمنت معهم، فنلتقي إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.